ببرنامج دردش مباشر مستمرين إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى من أجل الدفاع عن دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل من معايا. أبو محمد. شيء ولا سنة يا أبو محمد؟ لا شيء. عندك رد على ما طرحنا الآن؟ يعني أراد أنه مسألة طبيعية بأنك لا تفهم هذا الكلام وهذه الروايات لأنها أكبر من مستوى إدراكك وعقلك، فلذلك لا تفهمها. تفضل حضرتك فهمنا بإدراكك وعقلك يا فندم. نعم، هذا الكلام الذي يقال أو الذي تقول. أي كلام؟ أولاً أن الشيعة لا يقولون. أي كلام؟ على أن تحريف القرآن وما تحريف القرآن ومصحفاتنا. أستاذ الفاضل أبو محمد ثماني. نعم. حضرتك نعم. بتقول الشيعة لا تقول بتحريف القرآن صح؟ نعم نعم. ولا قائل يقول من علمائهم. ماشي، قول لعنة الله على من قول لعنة الله على من قال أن القرآن الكريم الموجود بين أيدينا الآن ناقص وهناك قرآن آخر صحيح عن المهدي. قول لعنة الله على من يقول هذا القول. طالما أنت واثق من نفسك يلا يلا. أنا سامع، أنا سامع والله. هخليك تكمل. ما أنا هخليك تكمل. أنا يا أستاذ أبو محمد. لا لا لا. يا أبو محمد. يا عم أنا هسمعك والله وأسيبك تكمل. أقول لك هخليك تكمل. اسمع بس. أصلك تبتدي معايا الكلمة بأكذوبة مش هسيبك. لو تيجي تقول لي آه والله في علماء من الشيعة قالوا بالتحريف همشيها لك، لكن تقول لي ولا عالم من علماء الشيعة قالوا بالتحريف مش هعديها لك. تمام؟ فيلا كده قدام المشاهدين، قدام المشاهدين يلا، قدام المشاهدين يلا. بالراحة يا حبيبي بالراحة. اهدى على نفسك، خد لك 50,000 كاسة ليمون، قول يا مهدي 1,000,000 مرة، يا عباس 10,000 مرة، يا حسين 50,000 مرة. تمام؟ وقول لي قول لعنة الله على من قال أن هناك قرآن آخر صحيح مع المهدي كامل وهذا القرآن ناقص. قول لعنة الله على من يقول هذا القول. تفضل. اسمع اسمع، أولا التزم بأدب الحوار. أنا ما قلتش أدبي. تطلع يمين وشمال، التزم بأدب الحوار. لا قلت أدب بعد شو قلت. أين 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 قلت أدبي؟ أين قلت أدبي بس أولا؟ معلش اسمع. معلش إيه؟ اسمع دعني أكمل. ما أنا خليك تكمل برضو. أنت ادعيت علي أن أنا قلت أدبي. أين قلت أدبي؟ قلت أدبك ما أقول يا مهدي وأشرب ليمون. يعني الذي يقول يا مهدي، الذي يقول يا مهدي دي قلة أدب؟ يعني العالم الذي يدعو أن يقول يا مهدي ويقول يا زهراء ويقول يا عباس دي قلة أدب لو قالها العلماء لديكم؟ هسه انت تريد جواب علمي ولا تريدهم ترق مثل ما طبعا عايز جواب علمي. طب ماشي جواب علمي. معلش بعد اذن حضرتك قبل ما تنطق حرف تقول لي في اسمع، تقول لي في كتاب كذا في صفحه كذا عندنا فتوى تقول بتكفير من قال بتحريف القران. اتفضل. اولا اجمع علماء الشيعة ومراجعهم على انه لا يوجد من يقول منهم بتحريف القرآن. كلامي سؤالي، شوف سؤالي، شوف سؤالي عنهم، شوف سؤالي فين وانت بتتكلم فين. يا اخي بقول لك اعطني فتوى من مرجع شيعي واحد كفر من قال بتحريف القرآن. اسمع اسمع، كل علماء الشيعة مراجعهم على مر العصور بدءا من الشيخ الصدوق الى يومنا هذا لم يقل ولا مرجع واحد بتحريف القرآن ما عدا ما ورد في كتاب العلامة المجلسي في مرآة العقول وفي غيرها من بعض الروايات التي تقول بتحريف القرآن. متأكد؟ علماؤنا ردوا هذه الروايات. متأكد؟ متأكد؟ متأكد منك يا عمي بس بس عشان انت بتحكي في قصة يعني انا اعلمك فيها. يعني متأكد ان ما فيش غير في كتاب مرآة العقول فقط يعني الكلام ده؟ متأكد ان ما فيش رواية تحريف القرآن عندك؟ اسمع يا عمي، مرآة العقول يا عمي يا عمي يا عمي وغيرها من بعض الروايات هي ضعيفة وأخبار آحاد. ممتاز، تعال بقى اسمع أخبار الآحاد قدام الجمهور كده. اسمع أحد أخبار الآحاد ماذا يقول. مش هنجيب لك بقى روايات، ده احنا هنجيب لك أقوال علماء. ممتاز. تعالوا كده إخواننا الأحبة بارك الله فيكم، كما يظهر على الشاشة من كتاب نعمة الله الجزائري مخطوطة اسمها تحفة الراغبين
او مخطوط كتاب هدية المؤمنين وتحفة الراغبين من الكتاب لا لا المخطوطة لا الأصلية. لا هو انا جايك من الكلام، انا اصبر جايك يلا من الكلام، اصبر انا يلا خليك. اصبر يلا. بقول لك هنا ايه، ما عندناش غير مرآة العقول. يقول لك هنا ايه، وهذا ليس بأول قارورة كسرت في الإسلام، ركزوا، بل استفاض في أخبارنا، ده نعمة الله الجزائري، تمام، من أن القرآن الكريم نزل أربعة أرباع، ربع في مدح علي وأهل بيته عليه السلام وحذفوه بإجماعه، وحرفوا القرآن والعمل تحريفا بيننا، ولكننا أمرنا في هذه الأعصار بقراءة هذا القرآن والعمل بأحكامه حتى تظهر دولتهم عليهم السلام، ويظهر القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام، وهو الآن مخزون مع سائر الكتب السماوية، تمام، وال مش عارف ايه النبوية عند صاحب السلم والعجب من الصدوق والمرتضى والطبرسي رضوان الله عليهم، كيف قالوا ما بين دفتي المصحف هو المنزل من غير حذف وتبديل، مع أن الأخبار في هذا الباب تزيد عن 2000 حديث ما بين صحيح وموثق وحسن معتبر. يلا نعمة الله الجزائري كافر ولا مؤمن؟ رد علي. اسمع هسه خلصت، ما انا بس ببين كذبك قدام الناس. اخر مره هسالك واقفل في وشك، نعمة الله الجزائري كافر ولا مؤمن؟ اسمع كملت، نعمة الله الجزائري كافر ولا مؤمن اخر مره؟ اسمع، لا لا مؤمن غصبا عليك. شكرا ليك، مؤمن غصبا عليك. شكرا ليك، شكرا ليك. اي حد يجي يتكلم مع اشرف غريب كلام انشائي هقفل في وشه. هو مؤمن غصب عنك، غلب التحريف يا عم الحاج. ويقول لك اجمع 35 عالم شيعي قالوا بعدم صحة القرآن. يا عم اشرف 35 ايه يعني 35 عالم؟ لا مش ايه يعني، ما المشكلة الكبرى ان ال 35 عالم دول هم مؤسسي الدين الشيعي اللي قالوا بالروايات ونقلوا الاحاديث عن اهل البيت، تمام، يعني اللي نقلوا الاحاديث عن اهل البيت عند الشيعة الاثنى عشرية نفسهم هم اللي قالوا بالتحريف. فلما يجي يقول لك هل يجوز اخذ الدين من كافر، يقول لك لا يجوز اخذ الدين من كافر، فكيف تأخذون الدين عن من قال واعتقدوا بتحريف القرآن؟ شفتوا كيف مؤمن؟ اسألهم بس ما حكم من زعل المهدي، يقول لك كافر. اللي زعل المهدي كافر، اللي زعل المرجع السيستاني كافر، اللي زعل المرجع الخوئي كافر. طب اللي يقول على ربنا ان كلامه محرف، لا مؤمن غصب عننا.